في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه تفسير لمعنى لا إله إلا الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عمه أن يقول لا إله إلا الله قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل على أن أبا جهل وعبد الله بن أمية يعلمان ما مقتضى هذه الكلمة، وأن مقتضاها أن يخلص الإنسان وأن يتخلص وأن يتعرى من دينه السابق. ولذا لو كان المقصود أن يتلفظ بها لأقدمت صناديد قريش على التلفظ بها، لكنهم يعلمون أن التلفظ بها يقتضي أن يدعوا ما كانوا عليه. ولذا أبو جهل فهم معنى لا إله إلا الله فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإذا قلت هذه الكلمة فإنك يا أبا طالب ستتخلى عن ملة أبيك لمقتضى هذه الكلمة. فيقول الإمام المجدد رحمه الله: بخلاف ما عليه من يدعي العلم في هذا العصر، أناس يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعرفون ما معناها ولا مقتضياتها، ولذلك يطوفون بالقبور ويذبحون وينذرون لغير الله، وهذا يدل على أن أبا جهل أفقه منهم بهذه الكلمة. ولذا يقول المجدد رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لقوم أبو جهل أعلم منهم بهذه الكلمة. ولذلك لما شكت كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقالوا إنه يعيب آلهتنا ويسفه أحلامنا، فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصنع هذا يا ابن أخي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال أريد منهم كلمة إذا قالوها تدين لهم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقول 10 كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا كما قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقبلها قال: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ انظروا كيف فهموا معنى هذه الكلمة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، تواصي على الباطل، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهؤلاء يعرفون معنى لا إله إلا الله، ومن ثم فإنه لا بد في لا إله إلا الله مع التلفظ بها أن يعرف معناها. فإذا تلفظ بها ولم يعرف معناها وقع في الشرك، كحال من هم في هذا العصر ممن يطوف بالقبور ويذبح وينذر لغير الله، وإن علم معناها ولم يتلفظ بها كان مشركا كحال أبي جهل.